Bapak Ibu Dewan Hakim yang berbahagia, selanjutnya kami panggil nomor peserta 1028, nomor peserta 1028 mengambil paket soal 017D. Nomor peserta 1028 mengambil paket soal 017D. Untuk selanjutnya bersiap-siap nomor 1003. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رب وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء من بعد ما جاءك من العلم إنك من الله من بعد ما جاءك من الله علم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم.